السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين في حل أسئلة النصوص المتحررة للصف الأول الثانوي من كتاب الامتحان الصفحة رقم 147. احنا في عصر صدر الإسلام، احنا كنا حلينا النصوص المتحررة المتعلقة بالعصر الجاهلي. حسب لك الرابط في صندوق الوصف تحت الفيديو دوت. نبدأ على بركة الله. ألف، قال حسان ابن ثابت. وحسان ابن ثابت هو أحد شعراء العصر صدر الإسلام والملقب بشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم. بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل على أسد الإله غداة. قالوا أحمزة ذاكم الرجل القتيل؟ أصيب المسلمون به جميعا هناك، وقد أصيب به الرسول. أبا يعلى لك الأركان هدت، وأنت الماجد البر الوصول. عليك سلام ربك في جنان مخالطها نعيم لا يزول. واحدة واحدة، هو الأبيات بتتكلم عن مقتل سيدنا حمزة ابن عبد المطلب، أسد الله في غزوة أحد. فسيدنا حسان بيقول بكت عيني وحق، وجب يعني لها بكاها، وما يغني وما يفيد البكاء والعويل. العويل هو البكاء بصوت على أسد الإله، ده لقب سيدنا حمزة. غدات قالوا، غدات يعني ساعة، وده ظرف. أحمزة ذاكم الرجل القتيل؟ أصيب المسلمون به جميعا هناك، وقد أصيب به الرسول. طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان عم النبي ولكنه كان في نفس سن النبي فتربى معا. أبا يعلى دي كنية سيدنا حمزة. لك الأركان، الأركان يعني القواعد. هدت وأنت الماجد يعني ذو المجد والشرف. البر يعني كثير البر أو الخير. الوصول صيغة مبالغة يعني كثير الصلة اللي هم ذوي الأرحام، يعني بيصل أرحامه. عليك سلام ربك في جنان جمع جنة مخالطها نعيم لا يزول. الأسئلة بتاعتي بيقول لي المراد بكلمة العويل في البيت الأول. طبعا العويل هو النواح، النواح هو البكاء بصوت يا جماعة. بعد كده بيقول لي أبا يعلى النداء في البيت الرابع، طبعا غرض التعظيم لأنه بيعظم سيدنا حمزة رضي الله عنه. عليك سلام ربك في البيت الأخير أسلوب. طبعا الأسلوب لما بيكون دعاء يا جماعة بيبقى اسمه إيه؟ أيوه، بيبقى اسمه خبري لفظا إنشاء المعنى، يبقى رقم دال. وباخدوا بالكم وانتوا بتختاروا، عشان هو ساعات بيلخفنهم يكتب إنشاء خبر لفظا خبري معنى، ده كلام غلط. طبعا هو خبري لفظا إنشاء المعنى. رقم 4 بيقول لي الغرض في الأبيات السابقة. طبعا الغرض هنا هو الرثاء، والرثاء يا جماعة هو فن ذكر محاسن الميت بعد موته. احنا عندنا المدح بنذكر محاسن الشخص بس في حياته، الرثاء بنذكره بعد موته. والرثاء دايما بيبقى اصدق من المدح، لانه لا ينتظر عطاء او ايه او مال من احد. بعد كده بيقول لي دلل بدليلين من خلال الابيات السابقه على اثر الاسلام في الشعر. لو دورنا احنا في خلال الجزء الخاص بالادب هنلاقي ان القران والاسلام اثر على الفاظ الشعر، حيث انه عمل على تهذيب الالفاظ وجنب الغريب منها. طبعا ونختار اي الفاظ من هنا، زي مثلا يعني كلمة نعيم، كلمة حق اصيب، كلمات بسيطة تدل على بساطة الالفاظ. ايضا التأثر بمعاني الاسلام، فعندنا كلمة الرسول، اسد الاله، الجنان. فالعرب ما كانتش يعرفوا الكلمات دي قبل كده، ما عرفوش كلمة رسول وجنان والكلام ده. طيب بيقول لي قالت الخنساء رضي الله عنها في أخيها صخر، وده كان قبل الإسلام، صخر مات قبل الإسلام، لكن الخنساء أسلمت وحسن إسلامها. عيني جودة ولا تجمدة، ألا تبكيان لصخر الندى. عينيا هي بتخاطب عينيها، جودة أي ابكيا بغزارة، ولا تجمدة يعني لا تجف دموعكما، ألا تبكيان لصخر الندى. الندى يعني الكرم، وهي هنا بتوصفه بأقصى أنواع الوصف لأنها بتوصفه بالمصدر نفسه، هو ليس كريم ولكنه الكرم نفسه. وازن أي قارم،
بين هذا البيت والبيت الأول لحسان ابن ثابت من حيث الأسلوب والموسيقى. لما نروح هناك هنلاقي إن أسلوب البيت بكت عيني وحق لها بكاها، ده أسلوب خبري. أما عندنا الخنساء فالأسلوب في بيتها أسلوب إنشائي، عيني نداء ولا تجمد نهي ولا تبكيان إنشاء استفهام، يبقى كله إنشاء. طيب ده من حيث الأسلوب. من حيث الموسيقى في البيت الحسان لم يبدأ بالتصريع، لما ناخد بالنا البكاء والعويل مش تصريع طبعا. أما الخنساء فبدأت بالتصريع لا تجمد والندى، يبقى ده الفرق بينهم. بعد كده يا شباب هنروح على رقم باء. السؤال الثاني هو أيضا لحسان بن ثابت، بيقول لي قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، سجية تلك فيهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع، لا يفخرون إذا نالوا عدوهم وإن أصيبوا فلا خور ولا جزع، إن كان في الناس سباقون بعدهم فكل سبق لأدنى سبقهم تبعوا، أكرم بقوم رسول الله قائدهم إذا تفرقت الأهواء والشيع. عندي قوم جماعة من الناس والرجال أيضا إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم. الأشياع هم الشيعة الشخص، هم أحزابه أو المقربين له، يعني هم لما بيحاربوا بيضروا الأعداء، ولما لما بيحاولوا النفع في أحزابهم أو الأقرباء منهم ينفعوهم. سجية يعني الطبع، وطبع غالب تلك فيهم غير محدثة يعني ليست جديدة، إن الخلائق فعلم شرها البدع، البدع المستحدث من الدين يا جماعة. لا يفخرون إذا نالوا عدوهم يعني إذا هزموا الأعداء لا يفخرون، وإن أصيبوا يعني هزموا فلا خور ولا جزع، الخور اللي هم الضعفاء والجزع المفردة الجازع وهو غير الصابر. إن كان في الناس سباقون بعدهم، إذا كان هيجي جيل بعد الصحابة سباقون في الخير، فكل سبق لأدنى سبقهم تبعوا، أي سبق عملوا مهما كان قوي جدا هيكون تابع وتالي لأدنى سبق عندهم لأصغر سبق عملوا. أكرم بقوم، طبعا ده أسلوب تعجب، رسول الله قائدهم إذا تفرقت الأهواء، الأهواء اللي هي الميول والرغبات والشيع اللي هي الأحزاب، يبقى هم السبب في الفخر بهم ان هم على رأي واحد وعلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. المراد بكلمة نالوا عدوهم، نالوا طبعا يعني هزموا عدوهم. كلمة أشياع المرادف لها الأنصار متابعين لهم، يعني نوع الصورة في تفرقت الأهواء، الأهواء ليست شيء مادي لتتفرق أو ليست حتى أشخاص لتتفرق، فهي استعارة مكنية. بعد كده يا شباب المحسن البديع في البيت الأول، لما نروح للبيت الأول هنلاقي هل في تصريع في البداية؟ لا مفيش تصريع. طيب إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، يبقى الجملتين عكس بعض، يبقى مقابلة. كلمة قوم وبيتحدث عن الصحابة، فكلمة قوم نكرة تفيد التعظيم. كلمة ضروا في البيت الأول إذا حاربوا، جواب الشرط ضروا، يبقى ده نتيجة يا جماعة لما قبلها، يبقى جيم. استنتج من الأبيات السابقة سمتين من السمات الأسلوبية للشعر، ممكن نقول قوة الألفاظ، روعة التصوير، عدم الاعتماد على المحسنات المتكلفة أو تجنب المحسنات المتكلفة، ممكن سهولة الألفاظ، ممكن اكثر من الأسلوب الخبري، أيا كان يبقى احنا محتاجين اتنين بس. طيب حد من الأبيات السابقة ما يتفق مع قول كعب بن زهير، ليسوا مفاريحة إن نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا، يعني هم مش بيفخروا عند إن رماحهم تنال الأبطال وهم لا يجزعوا ولا يضعفوا إذا نيلوا إذا هزموا. البيت أنهي اللي متفق مع ده؟ لما نرجع هنلاقي البيت الثالث اللي هو لا يفخرون إذا نالوا عدوه. نروح بعد كده يا شباب لرقم جيم. قال النابغة الجعدي خليلي غض ساعة وتهجرا، ولوم على ما أحدث الدهر أو ذرا، ولا تسألا إن الحياة قصيرة فطيرة لروعات الحوادث أو قرا، وإن جاء أمر لا تطيقان دفعه
فلا تجزع مما قضى الله واصبر، ألم تعلم أن الملامة نفعها قليل إذا ما الشيء ولى فأدبر. تبعت رسول الله إذ جاء بالهدى ويتلو كتابا كالمجرة نيرا. خليلي يعني صاحبي. وخلي بالكم ان في عصر صدر الاسلام كان برضو لسه متأثرين بالعصر الجاهلي في بعض الاشياء، ومنها دوت اللي هو خطاب الصاحبين. غض يعني تحمل ساعة وقتا، وتهجر تهجر يعني سير في وقت الظهيرة او وقت الحر الشديد. ولوم على ما احدث فعل يعني الظهر، او زرى يعني ترك للتغيير اللي بيعمله الزمن يعني. ولا تسأل إن الحياة قصيرة فطيرة لروعات يعني لجمال الحوادث، أو قرة أو استقرة. وإن جاء أمر لا تطيقان دفعه، إذا جه أمر زي موت زي مرض حاجة ما نقدرش أو الإنسان لا يستطيع دفعها أو منعها، فلا تجزع يعني تصبر أو تحمل مما قضى الله واصبر، ألم تعلم أن الملامة، الملامة اللي هو العتاب، نفعها قليل إذا ما الشيء ولا فأدبر، انتهى خلاص، فالعتاب لا يفيد. تبعت رسول الله إذ جاء بالهدى ويتلو كتابا اللي هو القرآن يعني كالمجرة، والمجرة هي منطقة في السماء فيها مجموعة كبيرة من النجوم لامعة بيضاء، وأيضا تسمى نهر المجرة. نير يعني منير أو مضي. رقم واحد بيقول لي مرادف كلمة قرى، قرى يعني استقر، قر استقر. البديع في البيت الأول، هبص الاقي تهجر او ذرى يبقى تصريع. طب خدوا بالكم عشان في الاولى والثالثه نرجع، هل في طباق؟ ده عندي احدث وذرى يبقى الاولى والثالثه، يبقى البيت الاول في طباق وجناس. بعد كده بيقول لي علاقه فلا تجزع في البيت الثالث بما قبله، وان جاء امر لا تطيقان دفعه فلا تجزع، ده جواب الشرط يبقى نتيجه. عندي بعد كده نوع التشبيه في البيت الأخير اللي هو تبعت رسول الله إذ جاء بالهدى ويتلو كتابا ماله كالمجرة، ماله نيرة، الكتاب مشبه، الكاف الأداة، والمجرة المشبه به، نير ديت وجه الشبه بينهم، يبقى التشبيه مفصل. خليلي أصلها يا خليلي، يبقى أسلوب إنشائي. أي الأبيات السابقة يتفق مع معنى البيت التالي؟ ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا، وما لكما في اللوم خير ولا ليا. إن اللوم لا يفيد، لما نرجع كده هنلاقي أول بيت اللي هو خليلي غض ساعة وتهجر ولوم على ما أحدث الدهر أو ذر اللوم يعني اترك اللوم، تمام كده. عندي بعد كده استنتج المغزى من البيت الثالث. لما نروح للبيت الثالث، وإن جاء أمر لا تطيقان دفعه فلا تجزع مما قضى الله واصبر، إيه المغزى؟ هو الرضا بالقضاء والقدر والنصيب، وعدم اليأس وعدم القنوط. عندي وضح القيمة التي ضمنها الشعر في البيت الرابع. البيت الرابع بيقول ألم تعلم أن الملامة نفعها قليل إذا ما الشيء ولا فأدبر، أنه لا فائدة من اللوم، أو لا فائدة من اللوم بعد فوات الأوان. بعد كده هنروح لآخر قطعة يا جماعة عندنا النهاردة. قال ضابئ ابن الحارث وهو في سجنه بالمدينة المنورة: ومن يك أمسى بالمدينة رحله، فإني وقيار بها لغريب، فلا تجزعن قيار من حبس ليلة، قضية ما يقضى لنا فنؤوب، فلا خير في من لا يوطن نفسه على نائبات الظهر حين تنوب، وفي الشك تفريط، وفي الحزم قوة، ويخطئ في الحدس الفتى ويصيب. ولست بمستبق صديقا ولا أخا، إذا لم تعد الشيء وهو يريب. عندنا ومن يكو أصلا يكن، أمسى بالمدينة رحله، الرحل اللي هو أدوات السفر بتاعته، الناقة أو غيرها. فإني وقيار، وقيار ده اسم الحصان بتاع الشاعر. فلا تجزعن الجزع اللي هو عدم الصبر، قياره من حبس ليلة، قضية ما يقضى لنا فنؤوب، يعني هيقضى لنا ونرجع عن المدينة يعني. فلا خير في من لا يوطن نفسه يعني يقويها على نائبات يعني مصائب الظهر حين تنوب، تأتي إليه بالمصائب يعني، أو لا يأتي إليه الزمن بالمصائب، لازم الإنسان يقوي نفسه في ذلك الوقت.
وفي الشك تفريط، التفريط اللي هو التضييع، وفي الحزم اللي هو ضبط الأمر قوة، ويخطئ في الحدث الظن يعني الفتى ويصيبه. ولست مستبقا صديقا ولا أخا إذا لم تعد، تعد يعني أصلية إيه، تتعدى يعني تغفر أو تتجاوز، وهو يريب، يريب يعني يقلق. طيب مرادف كلمة نؤوب، نؤوب طبعا الإياب، حتى نقوله أعطانا تذكرة ذهاب وإياب، الإياب اللي هو الإيه العودة أو الرجوع يعني، يبقى نرجع. يخطئ يصيب، بين أو إن هم بينهم طباق. بعد كده تنكير صديقا وأخا، في أي بيت؟ في البيت الأخير. فلست مستبقي صديقا ولا أخا، يعني أي صديق وأي أخ، يبقى تعميم. الغرض البلاغي للنهي في قوله لا تجزعن قيار، بيحث على عدم الايه الجزع. تمام. حدد من الابيات اسلوبا مؤكدا وبين وسيلته، في اكتر من اسلوب عندي، مثلا فاني وقيار اسلوب مؤكد بان، ولا غريب طبعا ان واللام كمان، اي اكتر من اسلوب اهو. فلا تجزعن بنون الايه التوكيد، ولست بمستبق، الباء يا جماعه اللي بتيجي في خبر ليس دي هتاخدوها في ثالثه ثانوي ان شاء الله، هتعرف الناس ما باء زائده، والباء الزائده بتكون للتوكيد. عندي بعد كده استنتج من خلال الابيات سمه شخصيه واخرى اسلوبيه للشعر. لما نروح للسمه الشخصيه، الراجل شجاع، راجل حازم، راجل صبور، تمام كده، الراجل عنده ايضا ذكاء اجتماعي مع الأصدقاء، كل دوت سمة شخصية اختار منها أي حاجة. أما السمة الأسلوبية ممكن نقوله قوة الألفاظ، استخدام المحسنات غير المتكلفة، التنويع بين الخبر والإنشاء، أي برضو سمة أسلوبية من سماته. هدم الأبيات السابقة، ما يتفق قول النابغة الذبياني ولست بمستبق أخا لا تلومه على شعث، أي الرجال المهذب، الشعث اللي هو الفساد أو العيب. ومش يعني أكيد الإنسان كله أو كل إنسان فيه له عيوب وعيه له مميزات، فمش هينفع أننا ندور على شخص صديق ليا كامل، وإلا سأموت دون أصدقاء. البيت المتفق مع ده البيت الخامس، ولست بمستبق صديقا، يبقى البيت الخامس هو المتفق مع قول النابغة الذبية. كده يا جماعة احنا خلصنا كمان عصر صدر الإسلام في نصوص الشعر، إن شاء الله مكملين. الفيديو الجاي هيكون إن شاء الله على عصر الأموي، وبعد كده نخش على النثر. هسيب لك رابط الفيديو السابق الخاص بالعصر الجاهلي في صندوق الوصف، أرجو أن نكون استفدنا، وبالتوفيق إن شاء الله للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.